طيب نخش بقى على الاحداث المحليه، وللاسف الاحداث المحليه دايما كده فيها السسبنس، دايما فيها اثاره. وقلت في البدايه وانا بتكلم على مباراه الدوري المصري، الدوري المصري من اقوى الدوريات لكنه يفتقد الى النظام والاداره. ليه بقى؟ النهارده خبر مهم جدا، اداره المسابقات في اتحاد الكره قررت تحريك، هو مش عايز يقول تاجيل يعني، ماشي، تحريك مواعيد مباراتين للاهلي ومثلهما لبيراميدز ضمن مسابقه الدوري العام، على ان تقام هذه المباريات المؤجله بدون لاعبي المنتخب الاولمبي خلال فتره توقف الدوري على هامش تجمعهم للمشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه. هو قال يعني فيما معناه ان مباراه الاهلي والبنك الاهلي اللي كانت هتتلعب يوم 1 يونيو اتاجلت، مباراه اسوان والاهلي يوم 7 يونيو اتاجلت، ومباراتين المقاولين وبيراميدز وبيراميدز والبنك الاهلي ايضا اتاجلوا. هو ما قالش في الخطاب ليه؟ احنا بقى نقول لكم ليه؟ لان احنا امبارح اثرنا هذا الموضوع والناس كلها اهتمت بهذا الموضوع، لان بصراحه انا مش قادر اتخيل ان يكون عندنا ناس بتدير الاتحاد تمام وتحط مواعيد لجدول الدوري وهي مش قاريه لوائح وشروط المسابقه. ده اولا يعني، وانت بتحط جدول وشروط المسابقه لازم تبقى قاري اللائحه عندك وتشوف وانت عندك اجنده دوليه، ايا كان المنتخب هيلعب او مش هيلعب، ده حاجه ترجع للكابتن حسام، وانا كنت اتمنى ان يستغلها ويلعب. لكن عموما الاستاذ احمد مجاهد شافها فرصه، قال لك عشان انجز الدوري، لانه عارف ان في مشكله في مساله القيد الافريقي الفتره الجايه، فبيحاول ينجز الدوري وبيحاول يخلص مباريات الدوري. لكن لما جه حط الماتشات ما كانش في ذهنه ان الفرق الافريقيه بتستغل الاجنده، رغم ان ما فيهاش تصفيات رسميه، لكن الفيفا ما لغاش الاجنده، فهتلعب مباريات وديه. فعلى هذا الاساس لما هتلعب مباريات وديه هيتم استدعاء اللاعبين المحترفين. النادي الاهلي تلقى اربع استدعاء لاربع لاعبين من ابرز لاعبي الاجانب الموجودين في صفوف الفريق، علي معلول من تونس، بدري بانون من المغرب، والتر بواليا من الكونغو، واليو ديانج من مالي. طيب شروط المسابقه بتقول لك ايه؟ عشان لما تيجي تحط جدول لازم تقرا الشروط الاول. الماده 11 الفقره د بتقول ايه؟ يحق لاداره المسابقات بالاتحاد المصري لكره القدم تحديد مباريات لبعض الفرق في فترات الاجنده الدوليه للمنتخبات اذا كانت هناك ضروره لذلك. هو جه عند دي وما كملش او ما قراش، شرط الا يكون للفريقين طرف المباراه اكثر من لاعبين، اثنين ما بين قوسين تم استدعائهم للمنتخبات الوطنيه. وبالتالي انت لما تحط مباريات للدوري في الاجنده وعندك ان انديه ممكن يتم استدعاء لاكثر من لاعب، مش هينفع تلعب، فتتمهل وتشوف الاستدعاءات بعد كده تحط الجدول. لكن الموقف اللي خده النادي الاهلي في هذا الشان، لانه حافظ اللوائح وفاهم اللوائح كويس قوي، على فكره في انديه تانية ممكن تستفيد بقى بهذا الاجراء، لكن النادي الاهلي دايما بيبقى عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه، فبالتالي هذه المباراه اتاجلت. بس عايز افكر اتحاد الكوره والمهندس احمد مجاهد نقطه مهمه جدا، انت اجلت مباراه البنك الاهلي يوم 1 يونيو ومباراه اسوان يوم 7 يونيو، طب حضرتك في مباراه يوم 14 يونيو مع المقاولين العرب، ارجع بس للاجنده الدوليه هتلاقيها من 31/5 ل 15/6، ماتش المقاولين يوم 14/6 مش هينفع يتلعب، لان لعيبتها هتكون لسه في الاجنده الدوليه عندها مباريات، الاجنده تخلص 15/6 واللعيبه طبقا للوائح الفيفا بتنضم لانديتها في اليوم التالي لختام الاجنده، يعني اللعيبه هتكون مع النادي الاهلي يوم 16 يونيو، ماتش 14 ده مش هينفع يتلعب مع المقاولين العرب. فبالتالي وانت بتاخد القرار اقرا بس يشوف ماتش المقاولين كمان، لانه محتاج يتاجل، لانه بالتالي هنا اللائحه مش هينفع الاهلي يلعب مباراه المقاولين وعنده اربع اجانب موجودين زي مباراه اسوان ومباراه البنك الاهلي. بالمناسبه النادي الاهلي لما طلب تاجيل مباراه سيراميكا ودجله، مباراه سيراميكا اللي كانت ما بين مباراتي صن داونز ذهاب واياب، ولما طلب تاجيل مباراه دجله اللي المفروض كانت تتلعب النهارده، لان الاهلي عنده سوبر يوم 25 يوم 28، وان اهلي النهارده دخل في الفقاعه الطبيه يوم 25، الاهلي طلب ده بناء على قناعه شخصيه انه ما عندوش مشكله يلعب المباراتين دول في فتره مشاركه المنتخب الوطني او المنتخب الاولمبي في دوره طوكيو الاولمبيه، فبالتالي الاهلي ما كانش عنده مشكله. لكن لو النادي الاهلي عايز يركز معاك في كل لقطه وفي كل قرار وفي كل تعديل بتعمله، مباراه النهارده وادي دجله اللي اتاجلت وتتلعب في فتره المنتخب الاولمبي ما كانش اصلا تقدر انت تاجلها، لان النهارده النادي الاهلي عنده خطاب رسمي من الاتحاد الافريقي بيخضع للفقاعه الطبيه ابتداء من اليوم 25/5 في الدوحه، فازاي هينفذ قرار الكاف ويخضع للفقاعه الطبيه يوم 25 وانت حاطط لي في الجدول ماتش يوم 25؟ لكن النادي الاهلي عشان عايز الدوري يكمل وعايز الدوري يتلعب ما كانش عنده مشكله، وترى ان ممكن يلعب المباراتين دول، مباراه سيراميكا ومباراه دجله بعد كده. وفي نقطه تانية عايز اقولها كمان للزملاء الصحفيين والزملاء الاعلاميين، لان في خلط، الناس بتقول لك ما انت وافقت تلعب بدون لاعبي المنتخب الاولمبي، ما كنت توافق تلعب بدون لاعبي الدوليين في الاجنده الدوليه. هناك فرق في اللوائح ما بين الاجنده الدوليه للمنتخبات الاولى والدوره الاولمبيه في طوكيو. الدوره الاولمبيه في طوكيو ما تقدرش تجبرني العب بدون اللعيبه الاولمبيين، انا اللي اقدر اقول لك ما عنديش مانع واتفضل حرصا على مصلحه المنتخب،
لان الاهلي بيدعم وبيقف في صف المنتخبات الوطنيه، سواء الاول او الاولمبي او الشباب او الناشئين، وده على مدار السنين مش لاول مره. فالاهلي هو اللي كان وافق وطلب بناء على رؤيته وبناء على وجهه نظره عشان المسابقه تكمل، عشان المسابقه ما يكونش فيها مؤجلات كتير ومشاكل كتير. لكن مباريات المنتخب الاول دي لائحه، وهنا الفيفا بيجبرني ان انا ابعت اللعيبه للمنتخبات طالما في الاجنده الدوليه الرسميه. وانت كمسؤول عن اتحاد الكوره عندك لائحه بتقول ان لو المنتخب او المنتخبات الافريقيه او المنتخبات طلبت استدعاء للاعبين في الانديه للدوري المصري اكتر من اثنين هاجل هذه المباراه. فبالتالي اقرا كويس قبل ما تحط اي مواعيد، وما تنساش ماتش المقاولين يوم 14/6، لان الاجنده في الرزنامه موجوده من 31/5 ل 15/6.